جاهزين تعرفوا التحدي الثاني؟ نعم. التحدي هو عليكم اختيار شيء أو رمز واحد فقط يمثل بلدكم، يؤثر بكم شخصياً ويعني لكم. عميق، شيء يرمز لبلدك ويعني لك أنت الكثير. مدة التحضير لهذا التحدي هي نصف ساعة فقط. إنه شو نصف ساعة؟ ما زيدوا 10 دقائق. مدة التقديم أمام اللجنة هي دقيقة واحدة. بدي أتمنى لكم توفيق لكل واحد منكم. تفضلوا. صعوبة التحدي الثاني إنه فيش في أمان وخطر في إقصاء مباشرة، إنه مننا إحنا الثمانية رح يطلع 3 دكتور.